بكره مقلي كروحة عشام، فهمتي؟ يا ربي يا ربي دخيلك. شباك بتضلك تنطي مثل الولاد الصغار. لك انت بتعرف اذا انفجر الضوء بيكون دليل شؤم؟ شو؟ شو صار معك؟ ولا شيء، بس فقعت لمبه. قال دليل شؤم. لا بسكلاتك جديده بس بسكلاتي احلى. لا حبيبي انت غيران. انا غيران. ما تسوقني كلي. انت محسوبه على النسوان على الفاضي كانه ما مو انت اللي بدك تجي؟ ولا بخاف يطلع لي شي شغله على ايدي؟ قضيت حياتك خايفه. هلا هاو ما بعرف من وين موصلين، بدي اشوف. بس ضروري يكون في ضوء لانه بالليل اكيد كثير عتمه. ايه اكيد. شو بك مش على بعضك؟ انا ما برتاح بالاماكن يلي ما فيها حدا. حقك، نحن صغار ما كنا نفوت على البيت، كنا نخاف نلعب حوله ونفل. ليه؟ لك شو بعرفني؟ كانوا يقولوا في ارواح وجن واصوات غريبه بالليل، كنا نخاف. ارواح؟ صدقتي ما في شيء يا عمي، كنا اولاد عم نلعب. يا بيك وصلوا التقديرات. التقديرات جاهزين؟ ايه حبيبي مثل ما شايف. حكيتي يومنا؟ يلا هلا بحكي معه، بتكون على الطريق. ما كان ناقصنا لا يسمع. حبيبي قلت لك حجز لك تجي من باريس، بس انت ما قبلت. لو قلت لها هي ما بترفض لك طلب. ما بدي اعذبها. يا طمني مشي الحال؟ بيمشي. الو ايه ماما. معقوله انت بنتي بلا مخ بالمره كل النهار عم تدق لي، كل العيله عم تدق لك وما بتردي على حدا، وانت عارفه وضع بيك وصحته مش منيحه. جاي ماما جاي. يلا حسيت واصله. ليش هيك صوتك؟ شربانه ما هيك؟ لا لا منا شربانه، بس ناسينا شوي. طيب ناطرينك على العشاء، ما تنسي جدك وبيك بدهم اياك تكوني موجوده، والاهم انك تكوني واعيه. عم تحتفلوا بحبل لارا؟ اول مره بشوف حدا بيحتفل بحبل. عم بعرف بيحتفلوا بس المره تخلف مثلا. بس بنتي بس، اصلا في حديث طويل بيني وبينك بدنا نقوله.